قال وزير الثروة السمكية فهد كفاعين إن البحث جاري عن 50 شخصا من أبناء محافظة سقطرى فقد الاتصال بهم في البحر منذ 4 أيام، كانوا قادمين على متن قارب من مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، ومن بينهم 24 امرأة و8 أطفال. وأوضح كفاعين بأن اجتماعا للسلطات المحلية أقر إرسال 4 قوارب للبحث عن القارب المفقود وإبلاغ الحكومة التي قررت التواصل مع قوات التحالف للمساعدة في البحث عن المفقودين. شنت مقاتلات التحالف صباح اليوم غارة جوية استهدفت معسكر الصيانة ومواقع ومخازن أسلحة تابعة للواء الرابع للحرس الرئاسي الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون في محيط مبنى تلفزيون بمنطقة الجراف بالعاصمة صنعاء. أسفرت اشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في تعز إلى مقتل 9 مسلحين حوثيين وإصابة العشرات، كما قتل 5 مسلحين حوثيين وأصيب آخران في هجوم للمقاومة الشعبية في منطقة الحوبان شرقي تعز. أحرز الجيش الوطني بمأرب تقدما في المحور الشمالي الغربي بعد مواجهة عنيفة مع ميليشيات الحوثي، في حين شن طيران التحالف سلسلة غارات جديدة استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية للحوثيين شمالي وغربي مأرب. انفجرت سيارات محملة بالقذائف والذخيرة عصر اليوم في منطقة المعاين وسط مدينة إب، واستمرت الانفجارات قرابة 20 دقيقة. وذكر شهود عيان أن شخصا ألقى قنبلة يدوية على السيارة المحملة بالذخيرة أثناء توقف سائقها لتناول الغداء، في حين رجحت مصادر محلية أن السيارة تتبع الميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى تعز. قال مركز صنعاء للإعلام الحقوقي في تقرير له بمناسبة مرور عام على الانقلاب إن ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت في العاصمة صنعاء وحدها نحو 5000 انتهاك، واصفا عام الانقلاب بالعام الأسود على الحقوق والحريات. وتنوعت الانتهاكات ما بين عمليات قتل للمدنيين واختطاف وتفجير للمنازل واقتحام للمنشآت وعمليات نهب وسرقة. كشف مصدر حكومي عن اعتزام رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إعادة تشكيل الحكومة لتتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة.